بس نستعد كويس. المباراة دي انتهت 2-1 كسبانين، لحد دلوقتي احنا كسبانين، لكن هناك عندنا 90 دقيقة من النار، عندنا 90 دقيقة جبارة هناك. اللي خايف ما يجيش معاك يعني، فهتروح هناك هتلاقي جمهور طبعا يعني 60-70 ألف متفرج، وضع طبيعي من اول دقيقة لاخر دقيقة، لكن في النهاية هنشتغل ان شاء الرحمن. احنا قلنا لهم كده دلوقتي حالا بعد اللقاء، ان شاء الرحمن هنكسب هناك باذن الله ونعمل نتيجة كويسة ان شاء الله. مطلوب ايه من اللعيبة؟